من ولايه نيويورك في الولايات المتحده الامريكيه اسف البابا فرانسيس لاستشراء فضائح الاعتداءات الجنسيه في الكنيسه لما لها من تاثير سلبي على المؤمنين ولما تجلبه من عار على رجال الكنيسه والكنيسه على نحو عام. كلام البابا جاء خلال لقائه الاكليروس ورجال الدين في كاتدرائيه القديس باتريك بعد صلاه المساء. اذ اوضح لهم قربه منهم وتفهمه للصعوبات التي يواجهونها من جراء تحملهم نتائج تصرفات اخوانهم في الاكليروس مشددا على ان الله الاب يدعوهم الى عيش الفرح والمحبه واملا في ان تنمو الدعوات الكهنوتيه في الولايات المتحده